ياما حرام عليك ياما اللي انت بتعمله انت وابويا ده ياما. ايه 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 هتقعدي تقولي ايه ياما حرام عليك؟ ايه حرام عليا ايه يا واد؟ ما تتكلم ياما حرام عليك هتخلوا فضيحتنا بجلاجل. ليه؟ بلا جلاجل بلا حناجل يا اخويا، هو احنا جايين شفقه ولا جايين تسريبه؟ ده احنا جايين ودافعين قد كده هون في الشقه، واي واحد فيكم هيتكلم ملوش عندي غير الشبشب. ماشي؟ بقول لك ايه يا عاطف، ما تلم الموضوع بدل ما نتشمبر على الصبح. حاضر. لا حاضر حاضر. خلاص يما خلاص يما، بس الله يبارك لك والنبي يما ما تعملوا الحاجات دي هنا. طب ماشي خلاص يا عاطف. حاضر يا ماما. الله، جرايد مجلات مجلات جرايد جرايد. جرايد إله يا رب تتشلع السرير ياللي ما تاخد مني التحرير. إله يا رب تعم الدور الرابع ياللي ما تاخد اليوم السابع. إله يا رب تحبات محروق ياللي ما تاخد مني الشروق. حد عايزني؟ أهو ده اللي غيظني. ألف شكر يا عمنا، مش عايزين منك حاجة. ليه يا أستاذ؟ الله، هو أنتوا لسه واصلين؟ يا عم لسه واصلين، وشكلنا هنقعد هنا 130 سنة كده. ماني بنقوله كده برضك؟ اصل من شويه ما كانش لسه حد جه القريه. جرايد؟ لا الف شكر، مش عايزين جرايد، واله يجي لك البواسير لو دعيت علينا تاني كتير. ايه يا استاذ؟ ايه ما تخلص يا اخويا، الواد قال لك مش عايز جرايد مترش. ايه يا حاج الله، بلاش نسترزقه ولا ايه؟ استني يا اما همشي راجل كده ما ينفعش. خد هنا. ما تجيب جرنان الاخبار. اتفضل يا استاذ. احلى طبعا. ايه ده؟ ايه؟ ده اخبار وحشه. وحشه؟ شوف ده بقى اخر صفحه هتعجبك. اخر صفحه؟ الله، برد وحشه. ليه يا استاذ؟ الله مش عجباني. مش عجبك ليه؟ مش عجباني وخلاص، انت هتكتر معايا. معلش يا عمنا غيرهوله. معلش اهو امسك يا رب. ايوه كده. ايه الزمالك خد الدوري؟ لا ما خدش الدوري للاسف، ما خدش الدوري. وامسك بقى الجرنان بتاعك ده. ألف شكر. بعدين يا استاذ هتشتري ولا ايه؟ لا شكرا انا مش عاوز. ازاي يا استاذ؟ ده بعد ما تصفحها مش عايز اخد ولا واحد. في ايه؟ اوعى ياض، في ايه؟ الواد بيقول لك الاخبار مش عاجباه، مش تنقوا البضاعه اللي انتوا بتبيعوها. يا ساتر يا رب، الله يطلع لكم ضب. تبتدي عليا؟ ايوه. خد يا عمنا خد يا عمنا. معلش يما انا اسف. معلش تعالى يا عمنا اسف، انا هديك اللي انت. انا لبسته بالمتشقف. بص يا عمنا. ايوه اهو. خد يا عم الفلوس اهي، واديني كل الجرانين اللي معاك. اتفضل يا استاذ. الف شكر يا عمنا. الله يخليك. الله يقفشكم باسم يوسف ياللي ما تاخد روزا اليوسف. ايه اللي هتتشل وما يلاقوا لك حل يا بعيد؟ انت ايش كل الجرايد؟ مع الفلوس دي ما انت مش تعبان فيها، مصرف زي ابوك. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص ادي عطش. حاضر يا ماما. الله، اقعدي يا اخي. اهو ادينا قعدنا مستنيين. ايه ده اخرس؟ ايه غلبان؟ بسم الله ما شاء الله. ايه ده بتبيع عوامات؟ او النبي غلبان. غلبان؟ او النبي. لا حول ولا قوة. تبيع اي حاجة. تبيع اي حاجة؟ اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. طب العوامة الصغيرة بكام؟ 3 جنيه. ده انت عايز 100 بلقة على بوقك لانك راجل ظالم. طب يا كبا. طب العوامة الكبيرة بكام؟ 6 جنيه. ايه الافتراء اللي انت فيه ده؟ انا هضربك والله. ابا ماي مام. طب بذمه اهلك يا اكل، العامه الصغيره دي بتجيبها بكام جمله؟ ب4 جنيه. ايه ده انت بتخسر يالا. اوقف. الله، خلي الناس تغرق. خلي الناس تغرق؟ بايظين؟ غرقين. بجد والله؟ الله. ايه ده بيغرقوا دول؟ طبعا. مخلومين؟ اه. بيغرقوا في البحر؟ حطوا تحت. بيجرقوا على الشط ولا ايه؟ على الشط تموت. بيجرقوا اموت على الشط. حطوه. طب الله يبارك لك. بص بقى. ايه؟ انا عايز 3 بيجرقوا جامد. ايه؟ ماشي، عشان ابويا وامي والنبي عايز اخلص منهم. قول يا قول يا قول، دي عشان بيبي. قول دي عشان البيبي؟ قول. ماشي الف شكر. بيجرقوا حلو ولا اي كلام؟ بامانة الله. الله. عشان لو ما غرقوش هيبهدلوا. يا عم على ابو شكلك في ايه؟ ده انت عيل رخم صحيح. وعملوا لي عوامات وشكله يقرف الكلب. ده حاجه بجد. عاطف ولا ايه؟
ايه ياما في ايه؟ في حاجه؟ لا ياما ما فيش ياما. عم تاني يا عم يا عم في ايه؟ ايه ده؟ هو انا لسه خلصت؟ ايه ده؟ ما خلصتش انا لسه. ما لسه استناك اما تخلص. ما اخلص هناك احسن ما اخلص هنا قدام الناس. هات يا عم الكرنيه. هات الكرنيه يا زوبه. حاضر، هو في حاجه ولا ايه؟ يا راجل غريب قوي لازم يشوف اهو يا عم. ما دام انت يعني واخد شقه وبتاع، ما تعملش حاجات مش كويسه دي فيها ليه؟ يعني عايزني اوسخ الشقه؟ انت مغفل؟ يا عم اجري يا عم. خلص يا عم مش قادر والله. هو ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ انا قفشت الاستاذ ده واقف ورا الشجره اللي هناك دي في وضع مش كويس. ايه ده؟ ورا الشجره في وضع مش كويس؟ بتتحرش بالشجره يا زينهم؟ ده علاج بالاعشاب يا وليه، ما تبقيش غبيه. هتحرش بالشجره يا وليه، مجنونه ليه؟ استفاد ايه اصلا؟ يابا هينزلوا لك فيديو على اليوتيوب ابي فوق الشجره. امك دي بتقول اي حاجه؟ شكلكم مستبحين زينا. زينا؟ زينا. ده انت عسل بقى. معلش هقول لك على حاجه، اصل ابويا زي ما انت شايف راجل كبير وعنده السكر. وانا عندي الشيخ. وانا عندي وعد. خلاص. انا عندي وعد معاك والله. اقول لك على حاجه انا ماليش فيها يا عم، انت لازم ابلغ عماره. ايه؟ الاداره. اوعى ياد يا عاطف. خد ياد، مد ايدك. جيب حاجه لعيالك. انا مش متجوز. خلاص يا خفيف، خليهم معاك لغايه ما تتنيل وجيب لهم حاجه. انت بتديني رشاوي ولا ايه؟ لا ده عايز يتربى. خش عليا يا عاطف. بس تاكل 100 بلقه على وشك المكرتم ده. لا لا استناني بقى يا عاطف، انا هتعامل معاك. خد هنا يا عم الشاويش عطيه. خد. هو انت شارب حاجه يا عم؟ مش هنقول لك. هتتكلم عدل يا استبح. لا انا اشربش خمر. انا جبت سيره الخمره دلوقتي. والله ما اعرف ترامادول شكله ايه. ولا جبت سيره ترامادول؟ على فكره حشيش في شدناه. لا والله دليل ان انا بشربه بقالي 20 سنه وما ادمنتوش. انت بتضحك ليه وانت باصص لي؟ وانا حشيش؟ ده عمي. استنى يا استنى اجيب لك حقك انا دلوقتي. انا اقول لك على حاجه حلوه، ما تيجي بقى نطلع للمدير ها ونشوف حوار الحشيش ده مع بعضينا. لا خلاص، والنبي والنبي. وبعدين حاج تعبان يا عيني وعنده السكر. يا سلام، ما انا كنت ناطط من على السور من شويه. يا عم ما هي الشجر اللي لابسه عريان، وحتى اللي هتمشي على حل فرعها. على الله. اوعى يا زينب، هات ياد الخمسة جنيه. اتفضل يا حاجة، وال10 جنيه دي هدية مني ليكي، بس والنبي ما تجيبي سيرة عمارة عشان ماشي. زق عجلك يلا. يلا السلام عليك. يلا السلام عليك. جدع ياد يا حنطسه، ده انت عملت معاها سليمه ياد. امال ايه ياما، انا رهبان في الحاجات دي. شفت يا موكوس؟ انا بتكلمين انا يا وليه ولا بتكلمين مين؟ ما بتكلمش عليك، بتكلم على الموكوس التاني. خرب بيت اشاراتك اللي ما حدش فاهمها. عددي. في حاجه يا زينهم؟ لا ده انا بكلم المرور. شفت ياد يا عاطف يا موكوس؟ الواد اخوك الصغير خلص الموضوع وانت واقف لي زي النطع. نطع؟ قصدك على ابويا ولا انا ياما؟ انا ما بتكلمش على النطع الكبير، بتكلم عليك يا اخويا. ايه ياما في ايه ياما؟ هنقعد سنه بقى نحكي في قصه الشاط الحنطوسه؟ هو انا شجره يا ابني؟ يا عيله غم يا منيلين. مالك يا زينهم، في حاجه؟ مش مالي. طب تعالوا نقعد بقى على البحر ونبسط ولا ايه؟ ما انا مبسوطه اهو. يلا انت مبسوطه؟ ده انت منكده علينا وعلى. يلا يا ابني اقعد يا ابني. اقعد يا ابني اتبسط يا ابني، احنا بنيجي هنا غير كل فين وفين. يابا انا بحبك قوي يابا. يابا انا عايز اتجوز. عايز تتجوز مين؟ عايز اتجوز ام الخلول. ام الخلول متجوزه ومخلفه خلول. ما يقول حاجه تنفع تتجوزها. حاضر يابا. انا مش قادر يا جدعان والله. بابا ايه؟ ما تيجي نركب بيتش باجي. عايز ايه؟ بيتش باجي. احنا فقراء. احنا فقراء.
احنا فقرا يا كلب فقرا. هجينا هجري الساحل دي. يابا بطل ظلم يابا، انت مفتري، ما تفتري على امه يابا، انت بتفتري علينا ليه؟ نايل انت كمان عيل طويل وقدي، نايل على عينك يابا. هقتلك يابا. تضرب ابوك يا حنفي. ليه كده يا حنفي؟ ما تزعلش مني يا عم عبد السلام. يا حبيبي انا فقرا، الحاجات تتجاب، يلا العب في الرمله وتنايل اسكت. اقعد يا زينهم واخلص. اه ما احنا خلصانين، وانا قلت بس انتم شايلين القرف كله على دماغنا. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص اد يا عطش. حاضر يا ماما. كان في واحدة معايا هنا، محدش شافها؟ لا والله يا باشا. وديع انت بقيت بيع. شريهان 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 اصحى، انت بقيت بيع قوي. جو فوغيزي ام بيزو ترامادول. C'est impossible. المعاصر أفضل كتاب في الرياضيات بشهادة جميع الأساتذة. في إيه؟ What a wonderful day, my dear. آه فعلاً البحر عظيم جداً النهاردة. But why the flag is black؟ إيه ده؟ إيه المسلسل التركي ده؟ لا يما ده مش مسلسل تركي، ده الفنان سيد مكاوي الله يرحمه. بحب حضرتك قوي. شكرا يا حبيبي. الارض بتتكلم عربي. ايه يا عم سيد مالك قامش ليه؟ ايه يلا انت هتسحبني ولا ايه؟ بحبك والله من زمان. امشي طيب، امشي عشان في كورونا اليومين دول، امشي. حموه صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا حمو. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. في ايه؟ في عوق ليه النهارده؟ الموج عالي ومحدش هينزل البحر النهارده، معلش سامحني. طب خد بالك بقى لحد ينزل ويحتاج مساعدتك يا حمو. لا ما تقلقش انا مسيطر. احبك يا مسيطر حبيبي. وديع. طب استأذن انا بقى يا باشا، لان واضح ان هي هتهزقك وشكلك هيبقى وحش قدامي. اتفضل يا حمو اتفضل. شريهان شريهان شريهان. اصحى، ايه الطريقه البيئه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ تدغي فالجار. تدغي فالجار. ميرسي بوكو امبيرو بنجر سكري. وات ذا هيل. وات ذا هيل. كراسه الاول خبره في وضع الامتحانات. في ايه؟ بس يا بابي الفستان اللي انت جبته لي اخر مره كل اصحابي كانوا هيجننوا عليه. بس نيه عشانك يا حياتي، والله جايبه عشانك مخصوص. بقول لك ايه يا دي حنتوسه، ما تشغلنا كده حاجه نروق الجمجمه شويه. اه والنبي يا دي حنتوس، شغل لنا حاجه، احنا اول مره نيجي الساحل الشمالي. عيني اشغل يا ابني. قولوا بقى هم استغنوا يابا. فرح يا دوعى تشيل هم يابا. ما بشيلش هم يابا. مالكش دعوة بدي خالص. بتقول ايه يا زينهم؟ لا مفيش، ده انا بكلم السحاب مفيش حاجة. وبعدين هو انت صغير على الحاجات اللي انت بتعملها.